things fall apart أو تتهاوى الأشياء سقوطا أو تتواصل سقوط الأشياء أو عالم يتهاوى، كل دي ترجمات لرواية الكاتب النيجيري تشينوا أتشيبي things fall apart. الكاتب النيجيري قال عنه الزعيم نيلسون مانديلا أنه مع صحبة شينوا أتشيبي تساقطت جدران السجن. الرواية تتحدث عن شخص يسمى إيكونكو. هذا الشخص والده كان ضعيفا ومات وهو مديون. أراد إيكونكو أن يعيش حياة مختلفة عن حياة والده فيصبح قويا، يصبح قاسي القلب. إيكونكو متزوج من 3 زوجات، وهذا أمر شائع في المجتمع القبلي النيجيري. قاسي القلب وليس له مشاعر. قبيلة مجاورة تعدت على شخص من قبيلته فتم الحكم على القبيلة المعتدية بأن انتقال صبي وفتاة إليها للعيش فيها، وبعد 3 سنوات يتم قتل الصبي. الصبي اسمه إيكوموفونا. هذا الصبي يتم اختيار وصي له إيكونكو نظرا لسطوته في المجتمع القبلي. أصبح هو الوصي على إيكوموفونا. تمر 3 سنوات ويصبح مطالبا بالقتل، ويتم نصحه بأن شخص آخر هو الذي يتم هو يقوم بقتله نظرا لأن نشأت علاقة حميمية وعلاقة ودية بينه وبين إيكوموفونا، لكن إيكونكو يصر على تنفيذ القتل بنفسه ليثبت للقبيلة بأنه شخص قاسي القلب وأنه شخص قوي وليس عنده مشاعر، فيقوم بقتل الصبي وسط نظرات الصبي له التي بها استعطاف، ولكنه يقوم بذبح الصبي بنفسه. تمر الأيام ثم نجد أن إيكونكو في جنازة من الجنازات، وأثناء مراسم الجنازة وأثناء إطلاقه لأحد الأعيرة يصيب شخصا فيقتله، فيتم نصحه بمغادرة القبيلة حتى لا تغضب الآلهة، ويتم نفيه ويصبح مطالبا بالعيش 7 سنوات خارج القبيلة. تمر 7 سنوات، وأثناء ال7 سنوات وبعد عودته يجد أن المجتمع قد تغير، وأن القبيلة أصبح ليس لها سطوة، وأن الرجال البيض قدموا بالتنصير و الدعوة للنصرانية المسيحية، وأصبح لهم السلطة في المجتمع القبلي. هذا الوضع لا يرضي إيكونكو ولا يرضي مجموعة من الزعماء المحليين، فيقومون بالتخطيط لتنفيذ حرق للكنيسة، ويتم حرق كنيسة، فيتم القبض على مجموعة من المنفذين، ولكن لا يتم تنفيذ القصاص بهم لرغبة السلطة في التفاوض وقبض مبالغ مالية نظير الإفراج عنهم. هذا الوضع لا يرضي بعض الأشخاص في المجتمع القبلي، وأصبح هناك ما يشبه الثورة ضد
هذا الوضع الحادث، وأثناء محاولة فض التظاهرات التي نشبت، يقوم أوكونكو بقتل أحد الأشخاص الذي قدم لإخماد المظاهرة، ويقوم بالهرب بالفرار. ثم يتم الذهاب إلى منزله للقبض عليه، ولكنه يأبى أن يتم تنفيذ القصاص عليه من الرجال البيض، فيقوم بشنق نفسه بنفسه. طبعا الشنق من التصرفات المشينة في المجتمع القبلي، فأصبح آخر فأصبح أوكونكو يحظى بسخط من الجميع، بعد أن كانت له سطوة، وبعد أن كانت له قوة في المجتمع القبلي. نجد أن أوكونكو قد وتنتهي الرواية بذلك. نجد أن أوكونكو عاش قاسي القلب، فقام بذبح الابن الذي تربى في كنفه إيكوموفونا. نجده أيضا يقوم بضرب أحد زوجاته في أسبوع السلام، وهذا الأسبوع المفترض أن لا يقوم بتنفيذ أي اعتداء، وعندما قام بضرب أحد زوجاته في أسبوع السلام حظي بسخط من قبيلته لقيامه بالاعتداء في أسبوع السلام. طبعا الزواج المتعدد كان شائعا في ذلك الوقت. طبعا نلاحظ ان Things Fall Apart تجسد المجتمع القبلي في القرن التاسع عشر النيجيري، في القرن التاسع عشر، ودخول الرجال البيض والسلطة التي صاحبت دخول المسيحية ثورة المحليين وضد البيض. كل ذلك يجسده تشينوا أتشيبي في روايته Things Fall Apart. طبعا ده ملخص بسيط لرواية Things Fall Apart، مبسط لتحفيز القراء والمتابعين الراغبين في التوسع بقراءة وتحليل رواية Things Fall Apart. وإلى اللقاء في رواية أخرى، رواية Things Fall Apart رواية فعلا تستحق القراءة.